مسؤول مجموعة العمل الفنية التابعة لجامعة أوسلو المسمى بهسبمينا. نعمل على دعم وتطبيق وتنفيذ أنظمة المعلومات الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونعمل مع الوزارات الصحة في المنطقة العربية في العديد من الدول، الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا ومصر والعديد أيضا واليمن. نقوم بتطبيق نظام DHIS2 وهو عبارة عن سوفتوير مفتوح المصدر Open Source System من قبل 80 دولة في العالم في المجالات الصحية، بالإضافة إلى ذلك طبعا دعم توجهات الحكومات أيضا في تقوية وبناء القدرات للفرق الوطنية العاملة على DHIS2، بالإضافة أيضا لتشجيع الباحثين الشباب على عقد الدراسات والأبحاث المتعلقة في استخدام البيانات في صنع القرار الناتجة عن DHIS2.